وحول تأثير تغير المناخ، قال رئيس مجلس النواب إنه لا صوت يعلو الآن فوق صوت إنقاذ كوكب الكرة الأرضية من تداعيات تغير المناخ. وأكد رئيس مجلس النواب أن على المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهد والتحلي بإرادة صادقة لمواجهة تلك التداعيات والحد من الانبعاثات. فالآن لا صوت يعلو فوق صوت إنقاذ كوكبنا من ذلك الخطر المحدق، والذي يشكل بحق تحدياً وجودياً يهدد حاضرنا ومستقبلنا، وهو ما يحتم علينا التصدي السريع والحاسم لتلك الظاهرة التي أضحت مواجهتها ضرورة إلزامية تفرضها تداعياتها البالغة السوء على أرجاء عالمنا بأسره، والذي يتعين علينا جميعاً التكاتف والتحلي بالمسؤولية لمكافحته.